إذا كنا شفنا رأي مستر فيتوريا، نشوف بقى الشيخ طه إسماعيل رؤيته الفنية في اللي حصل إيه. كان ممكن بقى سهل لو إحنا قدرنا نجيب جول تاني. لكن بدنياً إحنا قليلين أوي. صح. بالنسبة لهم أولاً أجسام كويسة، وبعدين بدنياً عندهم قوة وعندهم نشاط وعندهم رغبة. إحنا لعبنا كورة سيئة جداً. صح. لا في احلى في التمرير ولا في الضغط، ما الضغط ما فيش. يعني انا اقول السبع ثمان دقائق اللي جبنا فيهم جول في الاول، جبنا جول بعدين ضغطنا عليهم شويه. انا بقول في لعبه ابتدوا يلعبوها هم من ورا طويله في الدقيقه 4، اول لعبه اتعملت طويله منهم طويله، ده لان احنا كنا بنضغط، فاصبح لعبهم هيبقى هو الطويل ده. ويمكن انا اتكلمت وقلت برضو ان فرق زي دي احيانا بتختصر اللعب وتلعب الكره الطويله اللي قدام. دي ما حصلتش غير مره واحده في البدايه واحنا كنا بنضغط عليهم، ودي كانت في صالحنا. يعني لعب الكره طويله في اثنين ورا بعض سكين الكره ما فيش مشكله، لكن ما قدرناش ان احنا نقف على رجلينا تاني ولا نحافظ على الكره ولا بنضغط، بنحلق. يعني كل اللعب تحليق ما ينفعش مع قوة بدنية كبيرة جدا بالنسبة للعيبة، مع قامات طويلة جدا، مع برجل كبير جدا في كل الأحوال سواء الجسمانية أو البدنية، هم أفيق مننا بكثير جدا. فالكرة دي ما تتلعبش بقى إلا إذا كنت عندك الإمكانية إنك أنت تسجل بعد جول ربنا إدالك جول في مبكر، تسجل جول تاني تقدر تدي لك بقى معنوية كبيرة والفريق التاني يبتدي يلعب بقى كرات طويلة وكلام من هذا القبيل. لكن للأسف الشديد بدنيا مش كويسين. صح. ممكن يبقى في رطوبه والرطوبه بتبقى مؤثره كل حاجه، لكن ممكن بشيء من التركيز انا جبت جول، لو جبت جول تاني العب بقى كره اقتصاديه. صح. من رجل لرجل وما فيش لا طويل ضايعه ولا كلام من ده، واقدر العب الكره بالشكل ده اطوع الفريق التاني لطريقه لعبي. لكن حقيقه اللعيبه في حاله سيئه سواء بدنيا او حتى فنيا. يعني أنا متفق مع الدكتور طه طبعا على ان الحاله البدنيه هي اللي كانت الحاسمه في هذه المباراه، ودليل على كده ان انا قلت لك تحس فارق سرعات وتحس الضغط مش جايب نتيجه لصالحهم رغم استحواذك انت، لان فنيا ومهاراتك الفنيه اعلى. ايوه. ولكن ايضا نتيجه ضغطهم هم نسبه فقد الكرات عندك انت والميس باس كانت عاليه. هو يعني قال لك يجوز الرطوبة كانت مؤثرة، ونبتدي نحط السيناريو اللي لو كان حصل كنا ارتاحنا. ما هو ده ما حصلش، لو كنا جبنا الجون التاني ونلعب كرة اقتصادية ما حصلش. يا ريت، ما لو حصل كده كنا هنلعب كرة اقتصادية مؤكد يعني. لكن انت كنت بتحاول تغطي وما قدرتش، هما اللي يعني فاجئوك في الشوط الثاني في دقيقتين. وخلي بالك الدقيقتين دول ممكن يجوا متفرقين وممكن يجوا ورا بعض، لان هم فرص زي اللي ضاعت الشوط الاولاني كان ممكن واحده منهم تيجي. ايوه. لكن هم دول جم ورا بعض. خلينا بقى ناخد من هذه المباراه نتفادى الكلام ده ازاي. يعني احنا قلنا دلوقتي خلاص في اجماع بما فينا سياده السفير اللي هو عايش هناك وفاهم، وقال والله انا خجلان اقول الكلام ده عشان ما يتقالش الشماعه. انا يعني مش بس هي واقع يعني. هل هنكون اتاقلمنا؟ هل اللعب بالليل هيكون الطف شويه؟ هو قال متاخر، احنا ماتشنا 10 يكون الدنيا اهدى شويه. اهدى شويه، لكن انا عايز اقول لعل تاقلمنا يكون اهم من ان هو يعني بالليل ولا الظهر. ان احنا نكون تعودنا النفس ابتدى يروح ويجي. صح. اي. زائد بقى الملاحظات دي كلها، اذا قدرت انا اضغط واركز جامد وخلص، وربنا ادانا جون بدري قوي. وبعدها كوره لتريزيجيه في القايم، يعني انت كان ممكن تقتل بدري. هو الماتشات دي بتخوفك. هتقفل ليه؟ خلينا مغانا ما ملناش بديل عن الفوز. طيب. مش عشان الفرص هتروح. ما انت ممكن تتعادل انت وغانا وتفوز والفرقتين التانيين يتعادلوا وراك. واخد بالك؟ او فرقه تكسب فرقه. ونخش بقى في حسابات تانيه.
لكن الاساس فيها ان انت باذن الله تركز انك تكسب غانا ان شاء الله.